بص يا جماعة، النهاردة إن شاء الله هنبدأ شابتر 5. سامعيني كلكم؟ الصفحة دي ظاهرة قدامكم كلكم. ظهر. تمام. طيب النهاردة هنبدأ شابتر 5. شابتر 5 ده يعني من الدروس المهمة جدا، هناخده على محاضرتين، محاضرة هناخدها النهاردة ومحاضرة إن شاء الله ناخدها في الكلية يوم الأحد. شابتر 5 ده بيتكلم عن equilibrium of rigid body. أولا يعني إيه معنى كلمة equilibrium؟ equilibrium يعني بالعربي طبعا يعني اتزان، ده بالعربي. في الاستاتكس بقى معناها إيه؟ في الاستاتكس معناها equilibrium يعني الريجيد بودي، ده الريجيد بودي ات ريست، قاعد مكانه ما بيتحركش. الريجيد بادي يا جماعه، كلمه ريجيد بادي يعني جسم له دايمنشن، جسم كبير له دايمنشن. يعني احنا عندنا الدراسه بتكون بارتكل وريجيد بادي. بارتكل اللي هو بنمثله بارتكل اللي هو جسيم صغير بنمثله بوينت. ده شابتر 3 اللي احنا ما خدناهوش، كان عن ايكوليبريم البارتكل. في وسط كلامنا كده هنعرف الفرق ما بين ايكوليبريم البارتكل وايكوليبريم الريجيد بادي. النهارده بنتكلم عن equilibrium الريجيد بادي، وزي ما قلت لكم معنى كلمه equilibrium يعني الريجيد بادي ات ريست، يعني معناها ما بيتحركش، يعني معناها كل الفورسز اللي بتاثر عليه الريزلتنت بتاعتها ايكوال زيرو، ومومنت الفورسز دي كلها الريزلتنت ليها برضو ايكوال زيرو. فاذا الكونديشن فور equilibrium شرط الاتزان سيجما اف اي ايكوال زيرو، حيث اف اي هي كل الفورس اللي بتاثر على الريجيد بادي، وسيجما المومنت حول اي نقطه او اي نقطه ايكوال زيرو. الاثنين دول هم شرط الريجيد بادي. طبعا في التو دايمنشن احنا بناخد الكوليبرا من الريجيد بادي في التو دايمنشن وفي الثري دايمنشن. النهارده في التو دايمنشن، في التو دايمنشن الريزلتنت بتتفك لمعادلتين اتنين، سيجما اف اي اللي هي الريزلتنت ايكوال زيرو، دي بتتفك لمعادلتين سيجما اف اكس ايكوال زيرو وسيجما اف واي ايكوال زيرو، والمومنت حول نقطة O ده هو معادلة واحدة بس، يبقى المومنت حول O بتساوي زيرو. يبقى عندي كم معادلة إيكوليبريم؟ ثلاث معادلات إيكوليبريم، ثلاث معادلات إيكوليبريم. الثلاث معادلات دول بستخدمهم في إيجاد الأنونز اللي بتبقى موجودة في المسألة. يبقى إذا أنا مسموح يكون عندي عدد من الأنونز كام في المسألة؟ ثلاثة، ثلاثة أنونز موجودين في المسألة. خلاص؟ طيب الأنونز دي بقى جاية منين؟ او الفورسز دي، الفورسز دي اللي بتاثر على الريجيد بودي دي عباره عن ايه؟ الفورسز دي عباره عن ايه؟ الفورسز دي نوعين، يا لودز يا رياكشن، يا احمال يا رياكشن. خدت لكم مثال ليها، رسمت الكار اللي تحت دي كمثال. ايه الفورسز اللي بتاثر على الكار دي؟ وزنها واللودز الاحمال اللي موجوده فيها سواء هم ناس او شنط او ايا كان، والرياكشنز اللي بيأثر على العجل اللي جاي له من الارض. الرياكشنز هي دي مجموعه الفورس اللي بتأثر على الكار. يبقى الفورس اللي بتأثر على الريجيد بادي تنقسم الى نوعين، لودز ورياكشنز. لودز دي الاوزان ودي حاجات مديها لنا، يعني اللودز دي جيفن، حاجات مديها لنا في المساله. امال ايه اللي بيبقى النون؟ الرياكشنز. ده الرياكشنز دي جاي منين؟ بنسميه ايه؟ اكسترنال رياكشن. يعني ايه؟ جاي من الاكسترنال سبورت. العجل ده بنسميه اكسترنال سبورت، يعني ده الحاجه اللي بيكون العربيه مرتكزه عليها وهي ماشيه. دي انواع السبورت، يعني انواع الارتكاز. دي اكسترنال سبورت، العجل ده بنسميه اكسترنال سبورت. طيب الاكسترنال سبورت دي ليها انواع؟ ليها انواع. في بعض الانواع بتديني 1 unknown، وفي بعض الانواع بتديني 2 unknowns، وفي بعض الانواع بتديني 3 unknowns. كل ده احنا بنتكلم في التو دايمنشن. هو بيكون قايل لي في المساله عن النوع ده ايه؟ لا، بيكونش قايل لي، بيكون مديني الرسمه وانا من الرسمه اقدر اعرف كل الانواع دي ايه. خلاص؟ فكانت بالك اهو الايكوليبرم ان تو دايمنشن. ان تو دايمنشن يعني معناها في البلين الاكس واي، والتايبس اوف سبورت، انواع السبورت. بنقول ايه؟ ان في نوع من السبورت بيديني 1 كومبوننت رياكشن، وفي نوع من السبورت بيديني 2 كومبوننت رياكشن،
وفي نوع بيديني ثلاثة كومبوننت اللي هي اثنين منهم فورس والثالثة قابل او مومنت اوف قابل. يعني تعالوا ناخد اول نوع، تعالوا نتكلم عن اول نوع اللي هو السبورت اللي بيديني وان انون كومبوننت واحدة بس. تعال شوف الكابل، اي منبر اي قضيب مربوط في كابل، الكابل ده بقى مربوط في حائط، مربوط في الارض، مربوط في السقف، المهم الطرف الثاني ليه مربوط في القضيب ده. ففي الحالة دي بقول الانونز عبارة عن وان انونز، اتجاهها ايه؟ هو اتجاه الكابل. وان انونز في اتجاه الكابل، يعني ايا كان اتجاه الكابل هو ايه، فبكتبه وبكتب وان انونز. طيب نوع تاني بسميه شورت لينك. ايه هو الشورت لينك ده؟ شورت لينك ده اللي هو الايه، عبارة عن القطعة الحديد الصغير دي، زي مثلا لو انت لو بصيت للنجفة هتلاقي النجفة دي ممسوكة في السقف بحتة صغيرة كده متعلقة، اسمها شورت لينك. خلاص، فالشورت لينك دي عبارة عن حتة حديدة صغيرة كده ماسكاه للجسم ومعلقه في السقف، معلقه في الأرض، معلقه أيا كان فين، فده بنسميه شورت لينك. شورت لينك برضو عبارة عن لينك، يعني حديدة صغيرة كده مربوطة في السقف ومربوطة في قضيب تاني، القوة اللي فيها عبارة عن كومبوننت واحدة بس في اتجاهها. يبقى إذن السبورت اللي عندي سواء هو كابل سواء هو شورت لينك، فأنواع الرياكشنز عبارة عن وان كومبوننت في اتجاه السبورت اللي هو الكابل أو الشورت لينك. معايا يا شباب؟ تعالوا ناخد نوع تاني من أنواع السبورت، رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، في عندي منبر قضيب مستند على عجل، خلاص العجل ده مسنود على مستوى مائل، اعتبر العجل ده زي هو العجل بتاع الكرسي أبو عجل اللي عندك في البيت، ده بنسميه عجل بيتحرك على مستوى مائل. طب العجل اللي بيتحرك على مستوى مائل ده مسموح بالحركة في أنهي اتجاه؟ ها؟ عجل اتجاه الانكلاين في اتجاه السيرفس، يعني في اتجاه السيرفس اللي بيتحرك عليه، يبقى الرياكشنز فين؟ في اتجاه عمودي على السيرفس. يبقى اذا الرياكشن بيكون فين يا جماعه؟ عمودي على اتجاه الحركه. الرياكشن بيكون عمودي على اتجاه الحركه. لو فرضنا ان العجل ده بيتحرك على مستوى افق الارض، يعني انت قاعد كده على كرسي بعجل بيتحرك، بيتحرك على مستوى افقي، يبقى الرياكشنز فين؟ عمودي على اتجاه الحركه، يبقى عمودي على الارض رأسي. لو العجل ده بيتحرك على حائط رأسي، يبقى الرياكشنز عمودي على الحائط يعني افقي. فخدنا الشكل العام ان جنرال اللي هو بيميل بزاويه. الرولر ده بنسميه رولر اللي هو العجل رولر. الرولر ده بيتحرك على مستوى مائل، يبقى الرياكشنز عمودي على اتجاه الحركه. عمودي على اتجاه الحركه اهو. الرولر ده ممكن يتسمى رولر وممكن يتسمى روكر، الاثنين بنفس المعنى بس الرسمه مختلفه. هنا هو خلي بالك، هو ممكن يقول لك في راس المساله وممكن ما يقولكش، فانت بتبص للرسمه بنحفظ رسمه كل حاجه. الفرق ما بين الروكر والرولر هو ايه؟ ده عجل كده باين، عجل صغير تحت ده القاعده بتاعته مدوره كده كانها جزء من العجله، كانه جزء من كيرف، ده بنسميه روكر. الاثنين زيهم زي بعض، الرياكشنز بيربنديكولار على اتجاه الحركه. خلاص، يبقى لغايه دلوقتي احنا بنتعامل مع انواع السبورت اللي بتديني وان انون. وان انون سواء الكابل سواء الشورت لينك، شورت لينك او وايتلس لينك يعني هي نفس المعنى، يعني رولر او الروكر. طيب منبر بيتحرك على سموث سيرفيس، منبر بيتحرك على سموث سيرفيس، يبقى في الحاله دي الرياكشنز عباره عن وان انون بيربنديكولار على السموث سيرفيس. يبقى عندي منبر بيتحرك على سموث سيرفيس، يبقى بيديني برضو وان انون بيربنديكولار على سموث سيرفيس. خلاص،
ده اسمه السيرفس. لو كان رف سيرفس كان هيبقى اتنين كومبوننت، دي لسه ناخدها مع الاتنين لما نيجي ناخد انواع السبورت اللي بتديني اتنين انون. هو الصوت قطع يا جدعان ولا عطنا عندي؟ صوت قطع. ما فيش صوت عشان الاذان بس. ايوه يا جماعه معايا، معلش الدور كان قطع شويه. مع حضرتك يا دكتور. طيب وصلنا لغايه اسموس سيرفيس. اسموس سيرفيس اللي هو رود او قضيب ريجيد بادي ايا كان مستند على اسموس سيرفيس، فبرضه بيبقى الرياكشن بربندكولار على اسموس سيرفيس. خلاص تعالوا في حاجه ثانيه، في رولر او بين ان كونفايند اسموس سلوت، يعني في عندي تجويف وفي مسمار كده بيتحرك في التجويف ده، زي بالظبط يعني هقربه لمخوكوا شويه، زي بالظبط الايه الترباس اللي ورا باب الاوضه اللي انت بتدقه ورا باب الاوضه ده. الترباس ده عباره عن سلوت تجويف كده وفي بن بيتحرك فيه، برضو الرياكشنز بيربندكولار على السيرفس. طب بيربندكولار على السيرفس اللي تحت ولا اللي فوق؟ بيربندكولار على اي واحد فيهم. بيربندكولار يعني داخل عليه، يعني لو اللي تحت كده داخل عليه، لو اللي فوق خارج منه. بصوا يا جماعه الحاجات اللي احنا بنفرضها ان احنا مش عارفين الاتجاه بتاعها، بفرضها في اي اتجاه ومع الحل تطلع بوزيتيف او نيجاتيف، ما فيش اي مشكله. خلاص فاحنا هنقول ايه الرياكشنز عن السيرفيس اللي تحت كده، يبقى كده. الرياكشنز عن السيرفيس اللي فوق يبقى كده. خلاص مش مشكلة، المهم هو بيربنديكولار على السيرفس، أهم حاجة إن احنا نحدد إن هو بيربنديكولار على السيرفس. أما بقى السهم داخل أو خارج فدي ما بتمثلناش مشكلة دلوقتي، أو مش مطلوب مننا دلوقتي نعرف الدايركشن، لكن هيبقى مطلوب مننا بعد كده. طيب في نوع تاني مهم جدا إن احنا نعرفه، لأن هو قريب منه حاجة تانية قريبة منه، اللي هو إيه كولر. عارفين يعني إيه كولر؟ كولر شباب عارفين يعني ايه كولر؟ طوق بالظبط، طوق كاوتش كده مش كده؟ طوق كاوتش. خلاص بيقول لي كولر بتتحرك على سموث رود وبند بند يعني مشبوكه في مسمار او متدبسه في مسمار مع منبر. الكولر دي بتتحرك على سموث رود وبند مع رود، يبقى في الحاله دي الرياكشنز اللي ناتج عنها ايه؟ بيربنديكولار على السموث رود مش بيربنديكولار على الرود ده
لا بيربندكولار على الرد اللي هي بتتحرك عليه. دايما يا جماعه الرياكشنز بيربندكولار على اتجاه الحركه، خلاص بيربندكولار على ده اهو، بيربندكولار عليه برضو، بيربندكولار عليه داخل او بيربندكولار عليه خارج مش مشكله دلوقتي خالص، المهم ان هو بيربندكولار عليه. خلي بالك من دي، خلي بالك من الكولر بتتحرك على سموث رود وبند، بند مع ممبر او مع الرود بتاعي، خلاص عشان تشوف الفرق ما بينها وما بين دي، تشوف الفرق ما بينها وما بين دي. احنا كل اللي احنا قلناهم دول قبل كده دول بيدون، كل دول كومبوننت او انواع من السبورت بتديني وان كومبوننت. يعني اول ما اشوفها في المساله اقول الرياكشنز اللي ناتج عن السبورت ده عباره عن كومبوننت واحده بس، يعني قانون واحد بس، وحدد اتجاهه بناء عن كل الكلام اللي احنا قلناه ده. ممكن رقم 7 تاني معلش؟ رقم 7 عباره عن كولر، طوق كاوتش او طوق معدن زي ما ايا كان، يعني بيتحرك على الرد المايل ده، بيتحرك عليه بند، بند مع الريجيد بادي اللي انا بدرس الاكوليبرام ليه، بند معاه يعني في مربوطين مع بعض بمسمار. ففي الحاله دي الرياكشنز بيربندكولار على السموث رود، خلاص تمام اوكي. كل الانواع دي بتديني وان انون، كل انواع السبورت دي بتديني وان انون. تعال نشوف بقى انواع تانية من السبورت بتديني تو انونز، تو انونز مجهولين اتنين. نوع منهم اسمه هنج او بند، سموث بند يعني نوع منهم اهو ده كده، القاعدة اللي بالشكل، الرسمة اللي بالشكل ده كده اسمه سموث بند اور هنج. ده ممكن يقول لي عليه في المسألة، ده ممكن يقول لي عليه لسبب. ليه بقى؟ لان ده هو، لو تاخد بالك بص ده هو والرولر ده او الروكر تلاقيهم قريبين من بعض، يعني مع الطباعة بتاعت الامتحان ممكن تضيع العجل، العجل ده يضيع كده ما يبقاش باين معايا. فيبقى عندي نعرف بقى الهنج ده او السموث بين ده الرياكشنز بتاعته النونز غير معلومه. طيب عباره عن اثنين كومبوننت، واحد افقي وواحد راسي. السموث بين او الهنج ليه اثنين كومبوننت. ليه اثنين كومبوننت؟ لان ليه، خلي بالك هما الاثنين كومبوننت اللي احنا قلناهم دول عباره عن ايه؟ الاثنين كومبوننت اللي عدوا علينا قبل كده عباره عن، يعني مثلا ده عباره عن ايه؟ عباره عن وان انون ان ماجنيتيود ودايركشن. يعني هنا السموث ده انون في الماجنيتيود بس، هقول لك هنا السموث بين ده، السموث بين اللي هو البين ده اللي مربوط فيه الرد، خلاص ده اسمه هنج. ده الرياكشنز بتاعته يعني عباره عن تو انونز، انون ان ماجنيتيود وانون ان دايركشن. يعني انا ما اعرفش اتجاهه ايه وما اعرفش الماجنيتيود بتاعه ايه، بس خلي بالك انت هترجع في النهايه تعمل له ريزوليوشن بمعلوميه الانجل سيتا، لان احنا بنتعامل مع سيجما اف اكس وسيجما اف واي. فعشان كده بقول ايه، الهنج او البن ليه اتنين كومبوننت اف اكس واف واي. ليه بقى ليه اتنين كومبوننت؟ بدل ما افرضه ار مع انجل سيتا مجهوله، يعني ار انون وانجل سيتا انون، وارجع اعمل له ريزوليوشن، طب ما انا من البدايه احطه اف اكس واف واي. يبقى المسائل اللي فيها هنج الرياكشنز عباره عن اثنين كومبوننت اف اكس واف واي. طيب اقروا كده رقم 9 دي وبصوا لها قوي قوي عشان تعرفوا الفرق ما بينها وما بين 7. شوفوا الفرق ما بين رقم 9 ورقم 7. هنا الرد والكولر جسم واحد، الرد والكولر الاثنين جسم واحد، فهنا بنسميه ايه؟ فيكسد كولر، فيكسد كولر لكن بتتحرك على سموث رود. الرود مع الكولر ده فيكسد، الاثنين جسم واحد بيتحركوا ايه؟ على سموث رود. ففي الحاله دي الرياكشنز عباره عن وان انون بيربنديكولار على سموث رود بالاضافه الى مومنت. ليه بقى في مومنت؟ لان الرد ده هو مع الفيكسد كولر لو حبوا يتحركوا
لو حبينا نحركهم ممكن يكسروا السموس رود، فلازم يكونوا سهلين الحركة، سهلين، لازم يكونوا سهلين مرنين كده في الحركة بتاعتهم، فعشان كده لازم ممكن قابلين للحركة، فممكن يكون في هنا رد عشان يعمل اتزان ويمنع الحركة. معلش يا دكتور سؤال تاني نقول الحتة دي الرد مع الكولر دول فيكس الاثنين جسم واحد. لو في عندي لودز كده ضغطت على الرد ده عشان تحركه، طيب دول فيكسد مع بعض، يعني اذا ممكن تكسره، فعشان اللودز اللي موجوده دي عشان تمنع الحركه، نمنع عشان نمنع ان القضيب ينكسر يعني، فلازم ينشا هنا هو مومنت يتزن مع المومنت اللي اللودز هيعمله عشان يبقى يفضل ان اكوليبريم. فاهمين يا جماعه؟ يعني بصوا للي فاتت، ده بن مسمار، فلو في لودز هنا اوكي ما فيش مشكله، البن ممكن يتحرك، ممكن يطلع وينزل كده بالرد لان سموث بن، خلاص. فعشان كده الرياكشنز هي ايه؟ كومبوننت واحده بس. لكن هنا هوت رود مع الكولر دي جسم واحد ثابتين، فلو في لودز هنا على الرود كتير ضغطت عليه، طب ما هيعمل ايه؟ ده الكولر ثابته معاه، يبقى اذا ده معناه ان هو يتكسر بقى ولا ايه؟ فلازم ينشا هنا هوت مومنت يتزن مع المومنت اللي اللودز هتعمله، بحيث تبقى محصله المومنت كلها زيرو، ويفضل الرود ان اكوليبرم ما يتحركش. عشان كده الفيكسد دي في حاله لما يقول لي فيكسد كولر، يبقى في الحاله دي الرياكشنز عباره عن اثنين انونز، واحد منهم فورس بيربندكولر على السموث رود اللي متثبته فيه الكولر، والتاني عباره عن مومنت. طب حد يقول لي بقى المومنت انهي اتجاه؟ ما انا مش عارفه مومنت اللودز اللي على الرود في انهي اتجاه عشان اقول دي تتزن معاه. فاحنا بنفرض عادي اي، زي ما قلت لكم اي فرض بنفرضه في اي اتجاه ونشوف الحل هيديني ايه. فعاده المومنت بنفرضه في الاتجاه الانتي كلوكوايز اللي هو الاتجاه البوزيتيف. المومنت بفرضه دايما في الاتجاه البوزيتيف. خلاص؟ يبقى في الحاله دي انا عندي كام انون في المساله دي؟ اثنين انون ام واف. في الهنج عندي كام انون؟ اثنين. لغايه دلوقتي مسموح بيه، مسموح يبقى عندي اثنين وثلاثه كمان، يعني اذا لما دول يتوجدوا مش هيتوجدوا لوحدهم، دول لو اتوجدوا مش هيعملوا اكوليبرم، مش هيبقى فيه اكوليبرم. لازم يكون في حاجه من الناحيه الثانيه ماسكه الرد ده، يا مسنود على رولر، يا مربوط بكابل والكابل ده متعلق في اي حته، يعني لازم تكون في حاجه تانية معدوله تعمل ايكوليبرم للريجيد بادي. معايا يا جماعه؟ عرفتوا الفرق ما بين رقم 9 ورقم 7؟ رقم 7 ده الرد مربوط مع الكولر ببن، فلو في احمال هنا عليه مفيش مشكله، المسمار قابل للحركه، خلاص. انما بالنسبه للفيكس ده يبقى كده الرد غير قابل للحركه، يبقى لو في اي لودز اتحطت عليه ده ممكن تكسره، يبقى اذا لازم يكون في ينشا هنا هوت مومنت يتزن مع المومنت اللي هتعمله اللودز علشان يبقى ان اكوليبريم. فبنروح جايين فرضين، واحده فورس بيربنديكولار على السموث رود، والثانيه مومنت، باخده مع الاتجاه الموجب ومع الحل نشوف هيطلع فعلا موجب ولا يطلع نيجاتيف. خلاص؟ والهنج بفرض له اثنين كومبوننت. واحد يقول لي ايه؟ طب ما انا ممكن افرضه ار، افرضه ار، بس انا عارف مش عارفه اتجاهه. هيبقى اتجاهه معلوم سيتا. هو اتجاهه مش اتجاه القضيب. لا. اتجاهه مجهول باي زاويه سيتا. فبتروح جاي في الاخر محلله ار كوزين سيتا وار ساين سيتا، يعني في النهايه عندك كام انون؟ اثنين، الار والسيتا. طيب ما هو الار والسيتا يعني اثنين انونز، فاحنا كده كده انا محتاجه احلله لان انا عندي المعادلات سيجما اف اكس وسيجما اف واي. طب ما انا من الاول بقى ما دام انا عارفه انهم اثنين انونز بفرضه كومبوننت اف اكس واف واي. يبقى الرياكشنز عباره عن ايه؟ روت اف اكس سكوير بلس اف واي سكوير. اصل خلي بالك هو ممكن يطلب منك حاجه،
component of the reaction او الرياكشن component of the reaction. خلاص يبقى انت كده جبت اف اكس واف واي. لو طلب منك الرياكشنز يبقى بعد ما تجيب اف اكس واف واي هتقول روت اف اكس سكوير بلس اف واي سكوير. الدايركشن بتاعه تان سيتا اف واي على الاف اكس. يبقى كده انت حددته ماجنتيود ودايركشن. ده لو طلب منك كده. طلب منك كومبوننت يبقى انت جبت اف اكس واف واي. دول الاثنين النوعين الاثنين اللي بيدوني اثنين انونز. الهنج والفيكسد كولر. الهنج والفيكسد كولر بيدوني اثنين انونز. واحد بيديني ثلاثة انونز ده اسمه فيكسد سبورت. فيكسد سبورت. ده يا جماعة انت لو بصيت كده من عندك من الشقة عندك في البلكونة على عواميد النور هتلاقي كل عمود نور كده يبنوا جنبيه قاعدة كده خرسانة والعمود نازل فيها هو ده الفيكسد سبورت. الدش على السطح يبنوا له قاعدة كده خرسانة ده الفيكسد سبورت. الفيكسد سبورت ليه بيعملوا فيكسد سبورت؟ ليه بيعملوا له قاعدة خرسانة؟ لأن عمود النور ده مربوط فيه أسلاك ومتعلق فيه لوحات إعلانات عليه أحمال. يعني الأحمال دي ممكن تعمل له انحناء. ممكن تعمل للعمود الانحناء. طب أنا عايز العمود يفضل إكوليبريم. فالفيكسد سبورت كلمة فيكسد دايما بيبقى عندها مومنت. فالفيكسد سبورت لها اتنين كومبوننت. الفورس لها اتنين كومبوننت ومومنت. الفيكسد سبورت يبقى بالشكل ده يا شباب. رد داخل في الحيطه مثلا، رد نازل في الارض. غالبا الفيكسد سبورت ده عشان برضو طباعه الاسئله في الامتحانات ما بتبينهوش، فالفيكسد سبورت بالنص عليه في راس المساله. يعني راس المساله يقول لي فيكسد سبورت، يبقى انا عرفت فيكسد سبورت ليه اتنين كومبوننت ومومنت. هو ازاي ادام هو فيكست ازاي عنده مومنت ادام هو اصلا مش هيلف؟ لا هو مش هيلف ازاي؟ هي الاحمال اللي فوق دي اللي على العمود ده هي احمال، يعني ممكن تسبب انحناء للعمود. فالانحناء ده ينشا عنده قوه تحت عكس الاتجاه ده هوت عشان تحافظ على الاتزان. ينشأ عنده مومنت تحت يحافظ على اتزان القضيب. يعني الأحمال اللي متعلقة في القضيب ولوحات الإعلانات وي 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 كل اللي بنشوفه في عواميد الإنارة ده، ما هي دي أحمال. دي ممكن تسبب انحناء للقضيب لولا أن فيه تحت من الفيكسد سبورت مومنت ينشأ مومنت يحافظ على إكوليبرم القضيب ده. وطبعا المفروض ان هو بيبقى عكس المومنت اللي فوق، او هو والمومنت اللي فوق يعملوا اكوليبريم، يعني السمشن بتاعهم ايكوال زيرو. فبنفرضه برضو مع الاتجاه البوزيتيف لغايه لما بحل المساله ونشوف هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. الفيكسد سبورت ده لو اتوجد في المساله يتوجد لوحده لانه ثلاثه انونز. لو اتوجد الفيكسد سبورت في اي مساله يبقى هو لوحده، وده بيبقى بسيط جدا لان سيجما اف اكس بتديك الاف اكس، سيجما اف واي ايكوال زيرو تديك الاف واي، سيجما المومنت ايكوال زيرو تديك الام. بسيط يعني الفيكسد سبورت كل معادله فيهم بتديني ايه انونز، فمش محتاج احل معادلات كتير. يبقى ده النوع الوحيد اللي بيديني ثلاثة كومبوننت اللي هو الفيكسد سبورت، اتنين منهم فورس اف اكس واف واي، والثالث مومنت. بيسموه في الكتاب بيسميه رياكشن كابل، يعني مومنت، يعني مومنت اوف كابل. ما احنا قلنا كابل هي مومنت. بعد كده اهوت لو ظهر لي المسائل فيها سبرينج فاحنا نعرف ان الفورس في السبرينج بنرمز لها بالرمز اف اس، اس اللي هو اول حرف من السبرينج، بتساوي كي في اس. كي ده اللي هو الستيفنس بتاع السبرينج، ده يعني بيعتمد على نوع الماتيريال اللي مصنوع منها السبرينج. ماتيريال ضعيفه السبرينج بتفك بسرعه، ماتيريال قويه السبرينج بيتمط بصعوبه كده. ال وال نود، ال نود ده الانيشال لينس،
يعني طول السبرينج قبل ما يتعلق في الريجيد بادي. ال ده الطول النهائي، يعني انت مسكت السبرينج اللي هي السوسته دي علقت فيها جسم معين، استطال السبرينج لغايه لما وقف في وضع الاتزان، الطول في الحاله دي هو ال ال طوله، انما الطول اللي قبل ما نعلق فيه الجسم هو ال ال نود. يبقى الكي ده الاستيفنس بتاع السبرينج، ده بيتحدد لي في راس المساله. ال ال ده الفاينل لينس، وده الطول اللي المساله موجوده فيه، لان هي المسائل بيديها لي في وضع الاكوليبريم مش في وضع حركه. احنا ما عندناش حركه في الاستاتكس يا شباب، احنا ما عندناش حركه، عندنا كل مسائل اللي بيديها لي في الاستاتكس ان اكوليبريم، يعني الرسمه دي في حاله الاكوليبريم. فال ال دهوت ده الفاينل لينس اللي هو الطول اللي بيديه لي في المساله، هيديه لي او هحسبه من ابعاد المساله، دي مش مشكله. اما ال ال نود ده اللي لازم يديهولي، لان انا ما عنديش المساله في الوضع الابتدائي، في الوضع اللي قبل الجسم ما يتعلق فيه، انا عندي المساله في وضع الاكوليبريم. خلاص، فاللي بيتحسب من الرسمه هو ال ال، اما ال ال نود فده لازم يقولهولي في راس المساله. يبقى الاف اس بتساوي كي في اس، الكي بيديهالي، ال ال نود بيديهالي في المساله، خلاص. اما ال ال بحسبها من ابعاد الرسمه اللي بيديهالي. ده لو اداني اسبرينج في المساله. خلاص؟ طيب اول ما بشوف انواع السبورت دي احنا لو عرفناها كويس جدا خلص الدرس، لان الحل بتاعه بيكون اسهل ما يمكن. المهم نعرف انواع السبورت كويس جدا، واعرف النوع ده بيديني 1 انونز، النوع ده بيديني 2 انونز، النوع ده بيديني 3 انونز، اعرفهم كويس جدا. خلاص يبقى كده المساله بعتبرها اتحلت. اول ما بشوف الرسمه بتاعت المساله، رسمه المساله اول ما بشوفها برسم حاجه اسمها الفري بادي دايجرام. اهي فري بادي دايجرام. ايه هو الفري بادي دايجرام؟ يعني برسم الجسم، بحرر ايزوليتد، بحرر الجسم ده من اي اتصال خارجي بيه، بحرره من اي اتصال خارجي، بحرر الجسم من اي اتصال خارجي وارسمه. خلاص، يبقى الفري بادي دايجرام ده برسم الجسم بدون اي مؤثرات خارجيه تاثر عليه، بدون اي مؤثرات خارجيه. الفري بادي دايجرام يعني برسم الجسم بدون اي اجزاء، اي حاجه خارجيه تاثر على الجسم اهو. يعني بيقول لك ايه، ذا بادي تو بي ايزوليتد اور كات. يعني ايه؟ يعني انا بحرر الجسم من اي سبورت خارجي، كات او فري، خلاص بحرره من اي اتصال خارجي. طيب تعالوا نشوف اور فورسز اند كابل مومنت دي ايه. تعالى نشوف كده، ادي الريجيد بادي اهو. الريجيد هناخد امثله بقى، هناخد امثله للريجيد بادي عشان اعرف ازاي، اصل مهم قوي حته ان انت ترسم الفري بادي دايجرام. الفري بادي دايجرام يعني بترسم، بتاخد الجسم لوحده بدون اي مؤثرات خارجيه عليه، وتحط عليه اللودز اللي هو مديها لك، وتحط عليه الرياكشنز اللي ناتجه عن السبورت. لو عملت كده صح معادلات الاكوليبرام بتكون اسهل ما يمكن. طب تعالوا ناخد اكزامبلز كده على ازاي ارسم الفري بادي دايجرام. فري بادي دايجرام بنرمز لها بالرمز اف بي دي، عشان مش كل مساله بقى اكتب فري بادي دايجرام، فاهم ازاي؟ فادي الاكزامبل اللي قدامك ده، اكزامبل رقم 1، ده عباره عن رود اي بي، سبورت عندي ايه؟ ببن او هنج، وعندي بي برولر، وعليه الاوزان دي، اللودز دي، عليه اللودز دي، وطبعا بيديني ابعاد لاني بحتاج اجيب المومنت. خلاص؟ طيب ادي ده المساله اللي هو اداها لك. تعالى بقى انت ارسم ايه؟ الفري بادي دايجرام. ادي ترسم القضيب اي بي، بعد كده كلمه ايه؟ بنحرر او ايزوليتد، يعني ايه؟ بفك البن اللي عندي الايه؟ افكه. يعني لو فرضنا عندك قضيب مربوط بمسمار كده في الارض، خلاص تفك المسمار ده
وبداله تحط الاثنين كومبوننت بتوعه. بعد كده الرولر تشيل الرولر وتحط بدلها الكومبوننت بتاعتها. وان الرولر بيربنديكولر على السيرفس، هي بيربنديكولر ادي السيرفس اللي هو الارض بيربنديكولر عليه. بس ده معنى كلمه فري بادي دايجرام، ودي معنى كلمه ان انا بعمل ايزوليتد او فري بحرر او كات، كلها بمعنى واحد. خلاص يبقى انا بمسك الريجيد بادي، بمسك الريجيد بادي افك كل انواع السبورت بتاعته واستبدلها بايه؟ استبدلها بالرياكشنز اللي ناتجه عنها. خلاص عندي كم انون في المساله؟ 3. عندي كم معادله ايكوليبرام؟ 3. خلاص نطبق معادلات الايكوليبرام اجيب الثلاثة انونز. خلاص احنا دلوقتي بس بنتعلم نرسم الفري بادي دايجرام، بعد كده هناخد مسائل بالارقام، انا بعلمك بس. طيب تعال ناخد مساله تانية. فري بادي دايجرام اهو عندي قضيب، ده كده فيكسد سبورت، قال هيقول لك عليه هيقول لك عليه خلاص فيكسد سبورت. وفي بعض الكتب كمان تكتبه ويلدد، ويلدد يعني ملحوم، قضيب ملحوم. خلاص فيكسد سبورت اهو، وادي القضيب فيه وزن، له وزن بتاعه وفي لود اهو موجود عليه وابعاد. خلاص طيب تعالى نرسم الفري بادي دايجرام بتاعه. بدل الفيكسد سبورت احط اثنين كومبوننت باي اتجاه، اكتب الاي اكس والاي واي والام اي بناخدها مع البوزيتيف باي اتجاه، باي اتجاه تكتب اي اكس واي واي، يعني تاخدها تاخد الاي اكس يمين تاخدها شمال، الاي واي لفوق لتحت، باي اتجاه بتفرضه. ولو طلع نيجاتيف مفيش اي مشكله، لما هنطلبهم منك هنطلب ذا ماجنيتيود، ذا ماجنيتيود اوف ذا كومبوننت او ذا ماجنيتيود اوف ذا رياكشن، معايا؟ عشان تفرضهم في اي اتجاه. ليه بقى؟ لان في درس جاي بعد كده هيهمنا الدايركشن. خلاص لكن دلوقتي انا ما يهمنيش الدايركشن ايه، يهمني بوزيتيف هورزنتال وفيرتيكال. خلاص طبعا بالنسبه للرد اللي قدامي ده، لو خدت سيجما اف اكس، طبعا مفيش اف اكس غير الاي اكس، هيديك الاي اكس بزيرو. لو خدت سيجما اف واي وساويتها بالزيرو هديك قيمه الاي واي اهو مع اللودز دي. خدت المومنت عند ايه؟ لما تيجي تاخد المومنت عند ايه، في المومنت عند ايه موجوده اللي هي الانونز، وبعدين تاخد المومنت بتاعت ال 1200 وتاخد المومنت بتاعت 981 تضربها في البعد العمودي والدوران وكل ده، جبت الام اي. معايا؟ زي ما بقول لك تاني هناخد مسائل بالارقام بعد كده. تعالى ناخد تاني، قلت اجمع لكم كل انواع السبورت في الفري بادي دايجرام دي. تعالى شوف، شوف الرسمه دي، كنا جبناها في امتحان قبل كده الرسمه دي. خلاص اهو عندي ممبر A B C، وتقدر تقول دي كمان المفروض كل ده، لا A B C ده ممبر واحد، C D ده ممبر تاني، ده شورت لينك على فكره. السي دي ده هو ده الشورت، حد يقول لي ايه ده مربوط في مسمار هنا، بس هو شورت لينك. عارفين شورت لينك؟ نجفه السقف يا جماعه، حديده مربوطه ماسكه النجفه ومعلقاها في السقف، ده شورت لينك. يعني القوه فيه فين؟ في اتجاهه. يعني المساله دي جابت لي انواع سبورت كتير، سي دي ده شورت لينك يبقى القوه في اتجاهه، اتجاه السي دي. رولر بيربنديكولار على السيرفس. خلاص عند الايه، تعالى شوف عند الايه، عند الايه في اهي كولر، في كولر عند الايه، الكولر اهي مربوطه في فيكسد كولر، يبقى الكولر لها وان كومبوننت بيربنديكولر على السموث رود، في رود في كولر اهيت، وادي السموث رود. الكولر عباره عن النون بيربنديكولر على السموث رود، او ار اي بيربنديكولر على سموث رود، وهنا الار بي سي. ادي المساله، بصوا كده للمساله، بصوا المساله دي كويس جدا، اي بي سي وسي دي ده شورت لينك، في بيربنديكولر عمودي هنا على السموث رود. خلاص في ال 25
ديت دي لودز هتعمل لها ريزوليوشن بمعلومات الانجل 60 افق وراسي، وهنا دي بربندكولار على سموث رود. في عند البي رياكشنز بربندكولار عليه، وفي ده ايه، وفي عند السي طبعا سي دي ده شورت لينك. ايه اللي موجود عند البي ده يا شباب؟ حد يقول لي 4 كيلو نيوتن ده ايه؟ مومنت. ده مومنت بالظبط، برافو عليكم. ده مومنت، ده مومنت مومنت اوف كابل. يعني ايه مومنت اوف كابل؟ يعني بدل ما يديني قوتين بيسووا بعض وعكس بعض، واصلا انا عارفه ان الريزلتنت بتاعتهم بتساوي زيرو، يعني بس هيظهروا لي في معادله المومنت، هو ريحني واداني المومنت بتاعهم جاهز. المومنت، طيب انا لما اجي اخد المومنت عند اي نقطه، يعني مثلا لو حبيت اخد المومنت عند الايه، اروح جاي ضربه الفور دهيت في المسافه الافقيه دي كلها اللي هي 10. لا لما اجي اخد المومنت عند ايه مثلا، طبعا مع العلم ان انا هعمل ريزوليوشن لل 25 وكل الكلام ده، لما اجي اخد هنا بقى المومنت عند الايه، كل القوى لها مومنت في بعضها العمودي، طب الفور دي اضربها في ال 10؟ لا هي كده كده مضروبه في النقط. برافو عليكم، كويس جدا. لا هي كده كده هي مومنت، يعني فورس في مسافه. يبقى اذا حطها لي عند البي، حطها لي عند السي، حطها لي عند الاي، في اي مكان مش هيلخبطنا، هي مومنت مضروبه فورس في مسافه. امال انا يهمني منها ايه؟ اتجاه السهم ده فقط، قيمتها الماجنتيود بتاعها واتجاه السهم. ليه؟ لان احنا قلنا المومنت عباره عن ايه، فورس في ديستانس في الساين اللي هي الاشاره، فورس في ديستانس هي دي، اما السهم ده هو اللي بيبين لي الاشاره بتاعتي كده. السهم ده بيقول لي ان هي في اتجاه عقارب الساعه، يعني بايه باخدها بالنيجاتيف. معايا يا جماعه؟ اما بقى يحطها لي فين دي مش فارقه معايا اي حاجه. خلاص اوكي يا جماعه المساله دي. يبقى دي الرد دهوت بند مع الكولر، ففي رياكشن بربندكولار على السموث رود اهو، رياكشن بربندكولار على السموث رود. وكمل بقى المساله عاديه، السي دي ده شورت لينك، الكولر اللي هنا دي او الرولر دي لها رياكشنز بربندكولار على السيرفيس وخلاص، والباقي عادي. بص كده الفرق ما بين الرسمه دي واللي تحتها، برضو دورت عليها انا في البروبلمز بحيث ان انا ايه احطهم لك جنب بعض عشان تقارن ما بينهم. شوف الفرق ما بين دي ودي، الرد ده مع الكولر جسم واحد، مفيش بين رابطهم بيها، هما الاثنين جسم واحد. فيبقى هنا الرياكشنز عباره عن فورس بيربنديكولار على السموث رود ومومنت، فورس بيربنديكولار على السموث رود ده لبره او لجوه مش مشكله، ومومنت ام اي، ادي الاثنين انونز. وطبعا هو مستند على عند البي، على حافه عند البي، ففي عند البي كمان رياكشنز بيربنديكولار على ايه؟ بيربنديكولار على الحافه دي، بيربنديكولار على الحافه دي، يعني كانه بيربنديكولار على الرد، يعني باعتبار ان الرد هو السطح الملامس للحافه دي. معايا يا جماعه؟ طيب يا دكتور، هو كده في الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت، ان فوق في نقطه بترمز لان في بين، وتحت ما فيش نقطه. أيوة. مفيش بين، في رد، في رد مشبوك بالكولر ببن، باين البن في الرسمه. وبعدين دي لو احنا حسينا في الامتحان مثلا يعني ان البن ده مش هيبان، هنقول لك دي سموث كولر، ودي هنقول لك فيكسد كولر، دي سموث بين كولر، يعني في بين رابط الرد بالكولر، انما هنا فيكسد كولر يعني الكولر متثبته مع الرد، الممبر ده مش مع الرد اللي بتتحرك عليه، الرد الثابت ده لا، الممبر اللي احنا بندرسه اللي هو الريجيد بادي اللي احنا بندرسه اللي عليه القوه يعني. ففي رياكشنز بيربندكولر على ده، وزيد عن اللي فوق بقى ان في مومنت فرضناه انتي كلوكوايز
او كاونتر كلوكوايز يعني ام اي. بعد كده بقى في المومنت اللي هو مديهولي وفي الرياكشنز اللي ناتج عن الحافه دي بيربندكولار على السطح الملامس للحافه اللي هو الرد اربي. دكتور يعني اللي ما فيهوش بين بيبقى هقول اللي ما فيهوش بين ده ده بيبقى فيه فورس واحده او رياكشن واحده ومومنت. ايوه. واللي فوق فيه فورس بس. فيه فورس بس. تمام. كلمه فيكسد دايما يا جماعه كلمه فيكسد تدي مومنت على طول، لان لازم تدي مومنت لانه ثابت، فلو ما فيش مومنت يحافظ الاتزان الجسم يتكسر خلاص. فكلمه فيكسد سواء فيكسد سبورت ما فيكسد سبورت فيها مومنت بس فيها اتنين كومبوننت من الفورس، اما دي فيكسد كولر فيها مومنت وفيها فورس بيربنديكولر على الرد. كده يا جماعه احنا شو يعني تقريبا شفنا الفري بادي دايجرام لكل انواع السبورت اللي ممكن تجي لي في المسائل. بعد ما برسم الفري بادي دايجرام ده خلاص بكتب معادلات الايكوليبرام، سيجما اف اكس بتساوي زيرو وسيجما اف واي بتساوي زيرو وسيجما المومنت بتساوي زيرو. اهي الايكويشن. نعم. هو بنجيب بس الدايركشن ازاي بتاع الرياكشن في رسم اللي فوق اللي هي الزاويه بتاعه. بجيب ايه الزاويه بتاعتك نجيبها ازاي اللي هي 45 دي في الرسم اللي على اليمين من فوق اللي فوق دي؟ اه زي جنب 45. لا ده هو مديها لي، ده كل المساله دي معلوماتها مديها لي في المساله دي. مش قلت لكم دي كانت مساله جبناها في امتحان قبل كده؟ دي كل المعلومات اللي في المساله دي هو مديها لي في راس المساله. يعني الرياكشن ايه اديني الانجل دي 45 اللي هي ما بين الرد الثابت اللي بتتحرك عليه الكولر وما بين المنبر اللي احنا بندرسه دي 45 دي. تمام تمام اه تمام ماشي. انا شكرا دكتور. ودي برضو كانت مساله هتلاقوها موجوده في البروبلمز دي برضو مديني دي 60. معايا؟ تمام يا دكتور مشكر. الايكويشن اوف ايكوليبرام اللي هي الريزلتنت ايكوال زيرو في التو دايمنشن الريزلتنت بتديني معادلتين ار اكس بتساوي زيرو يبقى معناها سيجما اف اكس بتساوي زيرو، ار واي بتساوي زيرو يبقى سيجما اف واي بتساوي زيرو. ادي معادلتين جايين من الريزلتنت ومعادله جايه من المومنت سيجما ام او ايكوال زيرو. خلاص تعالوا نشوف بقى السبيشال كيسز الحالات الخاصه. اول حاله خاصه الكونكرنت فورسز اللي هي القوى المتلاقية في نقطة اللي هو شابتر 3، مجموعة من القوى المتلاقية في نقطة. طب مجموعة القوى المتلاقية في نقطة دي هيكون فيها مومنت؟ لا لا مش هيكون فيها مومنت، ما هي مجموعة من القوى المتلاقية في نقطة. احنا بناخد المومنت عند اي نقطة؟ طب ما انت خد المومنت كده عند نقطة تلاقيهم دول مفيش مومنت، يبقى اذا في المعادلتين الاثنين دول بس. يبقى في حاله كونكرنت فورسز، كونكرنت يعني متلاقيه، مجموعه من القوى متلاقيه او متقاطعه في نقطه، هي نفس المعنى بتاع كوبلينر فورس، نفس المعنى بتاع كوبلينر فورس. معايا؟ بس الكوبلينر فورس ممكن يبقى فيها مومنت، لكن الكونكرنت الكوبلينر فورس فيها فورس وفيها مومنت، لكن كلمة كونكرنت تديني بس فورسز بس. طب لو برر الفورس، يعني مثلا لو عندي مجموعة من الفورس برر للواي اكسس مثلا، يبقى هي ايه هي معادلات الإكوليبريم؟ ها؟ لو عندي مجموعة من الفورس برر للواي يبقى ايه هي معادلات الاكوليبرام؟ سميشن فاي زي زيرو سيجما اف واي بتساوي زيرو او سميشن يعني زي ما تسميها و المومنت يساوي زيرو. سيجما اف واي بتساوي زيرو والمومنت بتساوي زيرو. محدش يقول لي بقى سيجما اف اكس بتساوي زيرو، هو اصلا ما فيش فورس في اتجاه الاكس اكس، فهي دي اوريدي هي معادله متحققه طبيعي. مرة جبنا سؤال، مرة جبنا سؤال قلنا ايه، ادانا مجموعة اشكال وقلنا ايه المعادلات اللي هي اوريدي متحققة، المعادلات اللي هي اوريدي متحققة من غير ما تحل. فبالنسبة لدي للكونكرنت فورسز ايه المعادلات اللي اوريدي متحققة من غير ما نكتب معادلة ونحلها؟
هي المومنت ايكوال زيرو. دي اوريدي متحققه بالنسبه لدي. المعادلات اللي اوريدي متحققه بدون ما نمسك ورقه وقلم ونحل، سيجما اف اكس بتساوي زيرو. معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. انا مش فاهمه، او رقم واحد دي مش فاهماها. واحد دي اللي هي الكونكرنت فورسز. طيب مجموعه من القوى متلاقيه في نقطه، في نقطه واحده. احنا لما بنيجي نحل المساله بنقول ايه؟ سيجما المومنت عند اي، احنا بنقول عند نقطه او، بس احنا في النهايه في الاخر هنقول عند اي نقطه. يعني المسائل اللي فاتت ديت ممكن اخد المومنت عند ايه، ممكن اخده عند بي، ممكن اخده عند سي، عند اي نقطه. سيجما يعني اللي فوق دي ممكن اخد المومنت عند اي نقطه ايه، خلاص. هنا ممكن اخد المومنت عند ايه باعتبار انها عندها اتنين انونز. يبقى سيجما المومنت من ضمن معادلات الاكوليبريم، سيجما المومنت عند اي نقطه ايكوال زيرو. طب لو الفورسز كلها متقاطعه متلاقيه في نقطه واحده، تعال اخد المومنت عند النقطه دي، نقطه التقاطع دي لها مومنت، هتبقى الفورس لها مومنت؟ لا لا ملهاش مومنت خلاص. تمام. دي معادله مش موجوده، هي اوريدي متحققه. ففي الحاله اللي زي دي، في حاله القوى المتلاقيه في نقطه، معادلات الاكوليبريم هتبقى اتنين، سيجما اف اكس بتساوي زيرو وسيجما اف واي بتساوي زيرو. يبقى اذا في حاله السبيشال كيسز دي اهو معادلات الاكوليبريم اهو. كونكرنت فورسز سيجما اف اكس ايكوال زيرو سيجما اف واي بتساوي زيرو. خلاص دول الكونكرنت فورس، قوى متلاقيه في نقطه. البارالل فورسز معناها ايه؟ معناها مفيش هنا عند الواي فورس، مفيش القوى القوى موازيه محور واي، مجموعه من القوى موازيه محور واي. يبقى معادلات الاكوليبريم سيجما اف واي ايكوال زيرو وسيجما المومنت بتساوي زيرو. ليه؟ لان اصلا مفيش سيجما اف اكس بتساوي زيرو، مفيش قوى بتوازي محور اكس. معايا يا شباب؟ تعالوا ركزوا. خلاص ده كل النظر اللي احنا عايزينه. النظر ده لو فهمناه كويس، لو عرفنا انواع السبورت كويس كده الدرس يبقى خلص. لو عرفنا انواع السبورت كويس كده الدرس يبقى خلص. تعالوا كده نشوف اكزامبل 5-5. بيقول لي ايه الاكزامبل؟ اهو ادي المساله رسمه قدامي. ديترماين، بيقول لي ديترماين ذا هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت اوف ريأكشن اون ذا بيم كوزد باي ذا بيم ات بي، في بين عند البي، and the rocker at A، وفي rocker عند الـ A. خلاص؟ يعني بيقول لي determine horizontal and vertical reaction of beam B. عايز الهم يعني عند الـ B في بن وعند الـ A في rocker. هو قال لي كده في رأس المسألة. قال لي عند الـ B في بن وعند الـ A في rocker. بين عند البي يعني اتنين كومبوننت. هو قال لي عايز الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت، يعني عايز الاتنين كومبوننت عند البي، بي اكس وبي واي افرضهم في اي اتجاه. عند الاي روكر يبقى في رياكشنز واحد بس بيربندكولار على السيرفس، اهو ايد الاي واي. بعد كده ال 600 دي بعمل لها ريزوليوشن بالانجل 45. لازم اظبط كل الفورسز اللي عندي افق وراس عشان اقول سيجما اف اكس ايكوال زيرو وسيجما اف واي ايكوال زيرو وسيجما المومنت ايكوال زيرو. خلاص يبقى ده عندي ده الفري بادي دياجرام. اللي هو ايه الفري بادي دياجرام؟ اللي هو الممبر اي بي، حررته من كل انواع السبورت، فكيت السبورت، فكيت البين اللي عند بي وكتبت بدلها اتنين كومبوننت، فكيت الروكر اللي عند الاي وكتبت بدلها الرياكشنز بتاعتها واحده بس راسيه. خلاص اول ما تعمل الاثنين دول خلصت المساله. دكتور هي عند ايه دي الاتجاه بتاعها لازم معين ولا ممكن في اي اتجاه بس المهم يكون بيربنديكولار وخلاص؟ بيربنديكولار على السيرفس لفوق او لتحت مفيش مشكله، المهم انها ما هو الروكر ده ادي السيرفس بتاعه اهو، فالرياكشن بيربنديكولار على السيرفس ده، بيربنديكولار لفوق او بيربنديكولار لتحت مش فارقه. عند البي في اتنين كومبوننت افقي وراسي، افق بصي بي اكس وبي واي، يعني ممكن كنت تعملي البي اكس للخارج مع البوزيتيف للاكس والبي واي الاعلى او البي اكس للداخل، المهم افق وراسي برضو
اثنين كومبوننت اهو هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت، كومبوننت افقيه وكومبوننت راسيه ايا كان الاتجاه بتاعها. تمام. بعد ما بنعمل الفري بودي دياجرام ده يا بنات او يا شباب عموما، يعني في شباب معلش عشان كانت اللي بتكلمني انسه، بعد ما بنعمل الفري بودي دياجرام ده كده خلصت المساله. دكتور معلش انا عندي بس سؤال. قول. ممكن بس يعني اختصار سريع لموضوع السبورت ده عشان مش عارف احفظه. يعني انا عرفت لو في حاجه فيكسد يبقى في لازم مومنت، والبين لازم فيه تو كومبوننتس. والروكر يعني والروكر او الرولر وان كومبوننت عمودي على السيرفس، عمودي على السيرفس بتاع الحركه. خلاص هنا ما هو احنا لازم نحفظهم، لقينا بين عند البي فخلاص انا عارفه ان البي اتنين البن او الهنج تتسمى اي مسمى فيهم يجي في راس المساله بن او هنج في الحاله دي اتنين كومبوننت. مفيش مومنت. لا مفيش مومنت. اتنين كومبوننت عند البي. الروكر عند الايه وان كومبوننت بيربندكولر على السيرفس اهو. لو الرولر بيبقى وان كومبوننت ومفيش برضو مومنت. لا الرولر وان كومبوننت. ما هو انت لازم تحفظه معلش مع التكرار تحفظه. يعني انت في الاول هتحطهم قدامك بس لما تيجي تحل بقى كل ما تلاقي بين خلاص انت حفظت بين اتنين كومبوننت افق وراس، روكر وان كومبوننت بيربندكولر على السيرفس هتلاقي نفسك حفظتهم. فيكسد سبورت او فيكسد كورال كلمه فيكسد لازم معاها مومنت. لازم معاها مومنت. تمام. الفيكسد مومنت مع فورس بيربندكولر على الرود الفيكسد كورال. اما الفيكسد سبورت اتنين كومبوننت ومومنت. ربنا يبارك لحضرتك. تسلم. ماشي نقولهم وفي المسائل هيتكرروا في المسائل. الجزء ده مديني مجموعه من الاكزامبلز كويسه جدا كويسه، يعني فعلا الجزء ده اكزامبلز بتاعته كويسه. ليه؟ هو المفروض احفظها بالرسم وعلى السبورت جايبها. نعم. هو بيقولها في راس السؤال ولا هو بيحفظها يعني انا المفروض احفظها من الرسمه ولا هو بيقولها في راس السؤال؟ لا مش دايما يقولها، ممكن يديك الرسمه بس كده ويقول لك ديترماين كذا. طيب. خلاص فانت لازم تحفظ شكل الرسمه تجنبا ان ممكن ما تتقلش. بس البن دي والروكر دي غالبا بنقولها ليه؟ لان انت زي ما انت شايف كده الطباعه خلت لي الروكر والبن طيب. مش باينين من بعض. تمام. طيب. الحاجه اللي احنا بنحس انها في شك فيها مع الطباعه، مع طباعه بقى الامتحان النهائي يعني، دي بنقولها في راس المساله. تمام. الف شكر. يعني ما تخافوش من دي، الامتحان بيكون واضح جدا جدا. يعني انت هتدخل الامتحان كده هتلاقي نفسك ما فيش اي اثر عنها. كمان احنا اربعه بندرس، يعني اللي بنراجع الامتحان احنا الاربعه بنراجعه كرسمه وبنراجعه كتابه وبنراجعه كحل. يعني دي ما تقلقش منها. دي عندكم كويز الاسبوع الجاي يوم الاثنين. يوم الاثنين اللي جاي. ده عليه 5 درجات مش كتير يعني، بس ده على شابتر 2 خلي بالك. لا ده جزء سهل ومضمون المفروض يعني سهل يعني. يعني الصوت بيقطع. انا برضو مش من عندي على فكره، بقطع من عندكم. حد فتح المايك وسايبه. دكتور. نعم. معلش هو امتحان الميد تيرم ما يبقى 2000 داخل الجزء ده كمان داخل في الميد تيرم. ده المحاضره دي داخله في الميد تيرم. اما المحاضره اللي هتتاخد في الكليه الاسبوع الجاي دي مش هتدخل في الميد تيرم، لان دي مش هتكونوا لحقتوا خدتوا عليها سيكشن ولا هتكونوا خدتوا. تهيألي لا مش هتكونوا خدتوا. هو احنا السيكشن يوم الثلاث. السيكشن يوم الثلاث هتحلوا فيه على ده صح؟ تقريبا. اكيد هتحلوا على ده لان ده انتوا لسه ما حلتوش. هيبقى المحاضره اللي هتاخدوها في الكليه الاسبوع اللي جاي يوم الاحد مش هتكونوا حليتوا عليها سيكشن، فعشان كده محاضره يوم الاحد مش داخله في الامتحان، مش داخله في الميد تيرم يعني. دكتور الميد تيرم عليك. شكرا لحضرتك. الميد تيرم 15. الميد تيرم ايه؟ عليه كام درجه يا دكتور؟ 25. 15. ها؟
25 ولا 15؟ لا 25 صفر. يعني المترم 25 وكويز 5؟ المترم 25 وكويز 5. هاتي كويز ثاني هتنفحوا صوت بيقطع يا جماعه. في حد فتح المايك؟ وفي في اللاب بقى في اللاب. يعني المترم 25 وكويز 5 يعني 30 درجه دول. اه حلو ماشي يا دكتور. طب دكتور معلش عشان بس بكتب ورا حضرتك. هو احنا قلنا لو فيكسد سبورت بيبقى فيه المومنت والتو كومبوننتس، ولو فيكسد ايه بقى بيبقى فيه المومنت وان كومبوننت بس. فيكسد كولر مش وان كومبوننت، يعني مش افقيه ومش راسيه. فيكسد بتبقى عمودي على عمودي على الرد. ممكن يطلع الرد راسي، ممكن يطلع الرد افقي، ممكن يطلع الرد مايل، المهم ان هي بيربندكولر على الرد. طيب تمام. على الرد ومومنت ده الفيكسد كولر. خلاص يا جماعه المساله دي خلاص عرفنا بقى لقينا كده. لو مومنت هنعمل ايه؟ لو في مومنت هنحلها ازاي؟ هجي لك دلوقتي، هتطول بالك، جاي لك مساله دلوقتي. ما بقول لك الدرس ده مدي اكزامبلز على كل انواع السبورت، يعني الاكزامبلز بتاعته يعني احلى من المسائل كمان مجمعها كلها. عندك البن، عندك عند البي في بن، فحطينا اثنين كومبوننت باي اتجاه زي ما انت عايز. عند الاي في روكر، ففي واحده بس راسيه بيربندكولار على السيرفيس. خلاص بعد ما ظبطنا الفري بادي دايجرام والفورسز اللي بتميل بانجل دهيت عملنا لها ريزوليوشن. خلاص سيجما اف اكس بتساوي زيرو. فين عندك الاكس؟ فين الكومبوننت الهوريزونتال؟ 600 كوزين 45 ماينس بي اكس ايكوال زيرو. من هنا جبنا البي اكس. سيجما اف واي ايكوال زيرو. سيجما اف واي ايكوال زيرو. هتلاقي ايه؟ الاعلى بي واي ماينس 200 وماينس 100 وماينس 600 ساين 45 وبلس اي واي. يبقى اي واي بلس بي واي الى اعلى وكل اللودز الى اسفل بالماينس. يعني معادله فيها اتنين انون اهي. يبقى اول معادله سيجما اف اكس بتساوي زيرو، جبت منها ماجنتيود البي اكس. سيجما اف واي بتساوي زيرو، خدنا كل الراسي وسويناه بالزيرو، فاداني معادله فيها اتنين انون. خلاص تفضل معادله المومنت. المعادله الثالثه سيجما المومنت بتساوي زيرو، تاخد المومنت فين؟ زي ما انت عاوز. عايز تاخدها عند الاي؟ اوكي. عايز تاخدها عند البي؟ ماشي. لو خدناها عند الاي، ايه اللي ليه مومنت؟ تعالى كده خدهم بالترتيب. 600 ساين 45 في البعد بتاعها وباشاره نيجاتيف. ماينس ال 100 دي في البعد ده اللي هو 5. ماينس ال 200 في البعد ده كله. بلس البي واي، لان البي واي بتدور كده، دور البي واي بلس البي واي في البعد ده. طبعا البي اكس ملهاش مومنت، هي وال 600 كوزين 45 لان دول هوريزونتال. خلاص يبقى عملنا سيجما المومنت عند البي ايكوال زيرو اهو، خدنا كل المومنت وسويناها بالزيرو. منها جبنا الاي واي، عرفنا الاي واي اجل الايكويشن رقم 2، عرفنا الاي واي اقدر اجيب منها البي واي، ويبقى كده انا عرفت كل الكومبوننت. عاش يا دكتور. بس في سؤال، هو مديني السيكنس بتاع البتاع ده، فعشان المفروض لسه هحذركم منه. هو في المساله دي ما ادانيش السيكنس، بس كان ممكن يديني السيكنس في المساله دي. هو ما ادانيش السيكنس او 0.2، بس كان ممكن 0.2. ده صح، ده السيكنس. انا ما خدتش بالي، انا افتكرته بعد. ال 0.2 ده السيكنس بتاع القضيب. ده السيكنس بتاع القضيب ده. ان لما اجي اخد طبعا سيجما اف اكس وسيجما اف زيرو ما لهاش علاقه بالسيكنس. لما اجي اخد المومنت بتاعت القضيب، هو فين؟ معلش. اخد المومنت اخده فين؟ عند الاي ان بي برضه. عالي عنده جمزه.
لو خدنا المومنت عند البي السكنس دي داخله في انهي مومنت؟ الاس 600 كوزين 5 بالظبط الهوريزونتال، لان الفيرتيكال ملهاش علاقه بالمومنت، اللي لها علاقه بالمومنت هي 600 كوزين 45 هي اللي تتضرب في السكنس ده. طب معلش يا دكتور بس سؤال تاني، تتضرب في نص السكنس ولا في السكنس كله؟ والله هو هنا اهوت الرسمه مش موضحه، مش موضح لنا قوي هما الاي والبي فين بالظبط. لو الاي والبي دول تحت حسب ما هو كاتب كده، يعني البي تحت والاي تحت، يبقى في الحاله دي لما اجي اخد المومنت عندهم سواء الاي او البي هضرب في السكنس كله. تمام. لو الاي، لو الاي والبي في النص يبقى هاخد نص السكنس. يعني الرسمه دي مش موضحه قوي هما الاي والبي فين، فاحنا اعتبرناها كان الاي والبي تحت عند اول القضيب وضربنا في السكنس كله. اوكي تمام. معايا؟ تمام شكرا يا دكتور. طيب فهنا لما خدنا المومنت عند البي اهوت جبنا الاي واي، شوف لما اجي اخد المومنت عند البي اللي لها مومنت ال100 في بعدها بوزيتيف، ال100 في 2 كل دول ما لهمش مومنت، كل اللي عند البي ما لهمش مومنت. ال100 في البعد ده ال400 45 في 5 بوزيتيف برضه، ال6 سوري ال600 كوزين 45 في السكنس، ودي الاشاره بتاعتها ايه؟ ها دي تدور ازاي؟ دي تدور حول البي ازاي؟ نيجاتيف. الفوق الاي واي، الاي واي بوزيتيف سوري بوزيتيف، البي ال100 بوزيتيف ودي بوزيتيف، لكن الاي واي نيجاتيف وال4 وال600 كوزين 45 هم كمان نيجاتيف. ده لما ناخد المومنت عند البي. منها جبنا الاي واي اهوت، اطلع للايكويشن رقم 2 اعوض عن الاي واي يبقى كده جبت البي واي. يبقى احنا كده جبنا الهوريزونتال كومبوننت بي اكس وبي واي والكومبوننت عند الاي اللي هو الاي واي. معايا يا شباب؟ طبعا هو هنا مكتوبه لك حتى لو حبيت تاخد المومنت عند ايه هتاخدها ازاي. طيب تعالوا ناخد اكزامبل تاني، اقروا كده الاكزامبل اهو. عندي رد، كل ده كده رد، كل ده رد، يعني ايه ريجيد بادي واحد يعني رد. طبعا متثبت عند ايه؟ ببن. بص از بن كونكتد ات ايه، يعني عند ايه في بن. بن يعني اتنين كومبو، يعني كام كومبوننت شباب؟ اتنين افقي وراسي. طيب عند هنا بقى اندريستس اجينست اسموس سبورت اد بي، ها البي وضعها ايه؟ هيبقى اتنين ونحللهم. البي هيبقى بيربنديكولار على الرد. البي ده بصوا يا جماعه الرد مسنود، ريستس يعني مسنود، مسنود على سموث سبورت بي، سموث سبورت بي سموث سبورت، لا قال لي رورال ولا قال لي روكر ولا قال لي اي حاجه، قال لي سموث سبورت يعني القديم مسنود على سموث سيرفيس، يبقى الرياكشنز بيربنديكولار على السموث سيرفيس. بيربنديكولار على السموث سيرفيس يعني بيربنديكولار على ايه؟ ايه الملامس للبي؟ هو القضيب اي بي، يبقى بيربنديكولار على القضيب اي بي. ها تاني يا جماعه بصوا لها كده، بصوا لها كده وشوفوها. ها عند الاي مفيش مشكله، خلاص قلنا بين يعني اتنين كومبوننت اي اكس واي واي مفيش مشكله عند الاي، سوري عند الاي بين. عند البي ريستس اجينست اسموس سبورت اند بي، يعني القضيب مسنود على سموس سيرفيس عند البي. ايه هو السموس سيرفيس ده؟ هو القضيب. يبقى السطح، يبقى الرياكشنز عند البي ماله؟ بيربنديكولار على القضيب ان بي.
ان بي بيربندكولر على القضيب وايه اكس وايه واي عند الايه. بعد كده في لود 660 نيوتن وفي المومنت اوف كابل اللي هو 90 ده. خلاص احنا تعودنا يحطنا المومنت اوف كابل في اي مكان مش فارقه معانا. خلاص تعالى بعد كده قبل ما نعمل سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما المومنت انا ممكن معادله تديني النون من اول واحده المومنت. لو خدت المومنت عند الايه ما خلي بالك انت ممكن تعملهم تعمل المعادلات دي باي ترتيب. لو خدنا المومنت عند الايه مش الان بي دي بيربنديكولر على القضيب بيربنديكولر على القضيب المسافه دي العموديه المطوله عند الايه البيربنديكولر ديستانس بتاعتها كام؟ هي 0.75. يبقى همسك الان بي واضربها في البعد العمودي واشوف طبعا الدوران بتاعها احنا حاطين السهم بتاعها لتحت فيبقى بوزيتيف. بعد كده ال 60 بالنيجاتيف في بعدها 1 واخد معاها ال 90 دي باشاره نيجاتيف واسود الزيرو. يبقى من اول معادله معادله المومنت جبت الان بي ماجنتيود الان بي. بعد كده هو قايل لي ان الانجل دي 30 يعني ما بينها يعني انت لو عملت هنا برر ليها هتبقى دي 30 زيها دي 30 وده بيربنديكولر تبقى دي 60 تبقى اللي مع الراس 30. اعمل ايه امسك الان بي واعمل لها لازم بقى لازم في الحاله دي نعمل ريزوليوشن. ليه؟ عشان سيجما اف اكس هي مجموع كل الافقي بزيرو وسيجما اف واي هي مجموع كل الراس بزيرو. سيجما اف اكس بتساوي زيرو سيجما اف واي بتساوي زيرو جبت منهم الاي اكس والاي واي. بص يا جماعه الدرس بعد ما تعرف نوع السبورت وتحط الرياكشن صح اللي بقى سهل جدا اهو. سيجما المومنت عند ايه سويناه بالزيرو جبنا الان بي حللتها عملت لها ريزوليوشن. سيجما اف اكس بتساوي زيرو جبت منها الاي اكس سيجما اف واي ايكوال زيرو جبت منها الاي واي وتبقى خلصت على كده المساله. اي سؤال في المساله دي؟ ادي الرسمه قدامكم اهي ادي الرسمه قدامكم اهي. اي رسمه في المساله دي؟ هو ال سموث سبورت غير الفيكسد سبورت. الفيكسد سبورت ده فيكسد ثابت عشان كده حطينا مومنت لكن هنا لا صح؟ عشان كده حطينا مومنت فين؟ لو كان فيكسد سبورت كنا هنحط مومنت زياده. لو كان لو كان فيكسد سبورت يعني مش في الرسمه دي. لو كان فيكسد سبورت ما كناش هنحط كنا هنحط مومنت بس ما كانتش هتبقى الرسمه دي بقى خالص. معايا؟ ما كانتش هتبقى الرسمه دي. الرسمه دي ما فيهاش فيكسد سبورت. الرسمه دي فيها بن عند الاي وفيها سموث سيرفيس عند البي بس ادي اللي في الرسمه دي. يا شباب طب خلاص. دكتور عندي سؤال بس لما بنجيب هيسأل في الرسمه دي قبل ما نسيبها. يا دكتور عندي سؤال لما كنا بنجيب المومنت عند ايه المفروض ان احنا عاملين ريزوليوشن للان بقى ان بي ساين ثيتا ام بي كوساين ثيتا من بعدها مش عارفه اكمل مومنت ليها ازاي يعني بيربنديكولار ديستانس بكام وكده دي اتلخبطت فيها. لا استنى هقول لك حاجه البيربنديكولار ديستانس دي اللي عند البي بيربنديكولار على ايه؟ على الاي بي. تمام اللي ناتج عن السبورت اللي عند بي ده هوت اللي هو السموث سبورت عند البي بيربنديكولار ديستانس على الاي بي. يبقى لما اجي اخد المومنت عند الاي يبقى الرياكشنز ده البيربنديكولار يتضرب فين؟ يتضرب في البعد العمودي بتاعه ده اللي هو 0.75 وبعد كده بقى تعملوا له ريزوليوشن عشان سيجما اف اكس وسيجما اف واي. تمام تمام. ها اي سؤال في المساله دي الرسمه دي قبل ما نشوف غيرها؟ دكتور ال ان بي بكام؟ ايه؟ سبورت اللي عند بي مال؟ هشوف السوليوشن بس السبورت اللي عند بي مال؟ كان هيفرق سموث من رف ولا هاي طبعًا. هي في نفس طبعا رف طبعا كان هيفرق. لا رف رف كانت هتبقى في واحده بيربنديكولار والثانيه مع السيرفيس. ما نقولش بقى عكس الحركه لان احنا مش عارفين الحركه فين بس هي مع السيرفيس رف مع السيرفيس
واحده بيربندكولار وواحده مع السيرفس. في الحاله دي ما كانش هيبقى فيه معاها بن، لان البن اتنين كومبوننت والرف اتنين، يبقى كده في عندي اربعه انونز. واحنا عندنا معادلات الاكوليبرام ثلاثه، ففي الحاله دي كان هيبقى اللي عندي الايه ده حاجه ثانيه بقى، يا رولر يا كابل بقى رابط المربوط في القضيب وشابكه فوق كده معلقه، يعني كان هيبقى في حاجه ثانيه من اللي بتدي وان انون. ده ايه ده؟ لو كان قال لي رف سيرفس مش سموث، رف رف كان هتبقى في واحده بيربندكولار اللي هي موجوده دي والثانيه مع السيرفس، يعني مع القضيب اي بي. معايا؟ شكرا يا دكتور. لا يا دكتور. وانا يا دكتور بنجيب المومنت ليه؟ المومنت ليه؟ اه. عشان انا عندي ثلاثة انونز، الاي اكس والاي واي والان بي. يعني تخيل تخيل بص تخيل ان انت ما جبتش ما خدتش المومنت. وجيت ابتديت بدي. سيجما اف اكس ايكوال زيرو اهي. فيها كم انون؟ اثنين. اه سيجما اف واي ايكوال زيرو فيها كم انون؟ اثنين. المعادلتين الاثنين دول فيهم كم انون؟ ثلاثه، اي اكس واي واي وان بي. لا يمكن كانت تتحل، فكان لازم يكون في معادله ثالثه. ماشي يا دكتور. صح ماشي صح. تمام معايا يا جماعه؟ ناخد مثال ثاني. المثال اللي قدامي ده، المثال بيقول لي ايه؟ Determine the horizontal and vertical component of reaction on the number of the bin of the member at the bin A. يبقى عند الـ A في bin. عند الـ A في bin. bin يعني اتنين component اهم، AX و AY. أفقي ورأسي. دكتور هو الـ bin زي الهنج؟ ايه؟ البن زي الهنج؟ ما هو يقول لي بن او يقول لي هنج. سموث بن او هنج، محدش يقول لي في رف بن، في رف بن. بس ده يدي حاجات تانية. يدي ده علينا يعني ولا؟ لا لا مش علينا، البن هو سموث بس. تمام. البن او الهنج هو سموث بس. لان في عندها اتنين كومبوننت، معنى ان كانت تبقى في رف يبقى معناها في فرصة تانية زيادة. ايوه ايوه. معايا؟ طيب تمام ماشي شكرا. عند البن ايه او الهنج ده السموث ده في اتنين كومبوننت اي اكس واي واي اند ذا نورمال رياكشن ات ذا رولر بي. يبقى هو قال لي ان في عند ايه رولر، وبيقول لي نورمال رياكشن. هو نورمال على ايه؟ نورمال على ايه؟ خلي بالك هو ما قالكش فيرتيكال، وقال لي نورمال رياكشن. الرياكشن اللي عند البي ده نورمال على اتجاه الحركه بتاعه. نورمال على ايه؟ على البلين اتجاه الحركه بتاع الرولر. بالظبط برافو عليك. نورمال على السيرفيس ده اللي الكولر بتتحرك عليه او ممكن يعني تتحرك عليه. نورمال عليه، نورمال عليه هنا معايا. نورمال عليه يبقى في عندي اتنين كومبوننت اي اكس واي واي، وفي ان بي نورمال على ده. ان بي نورمال على ده طبعا لازم تعمل له ريزوليوشن، علشان اولا تقدر تجيب المومنت نورمال اهو. بصوا النورمال عامل ازاي. يبقى لازم عشان تجيب المومنت لازم يكون فيرتيكال وهوريزونتال، وفي نفس الوقت برضه عشان تقول سيجما اف اكس وسيجما اف 4 اهو. الان بي بيعمل مع الراسي انجل 30 اهو. ان بي بيعمل انجل 30، اعمل له ريزوليوشن كوزين 30 وساين 30 مع الاي اكس والاي واي، هتجي كده كده يبقى انت جبت اي اكس واي واي وان بي اهو. بص سيجما المومنت عند الايه، عند الايه خدنا المومنت. ثواني حاضر. ايوه نعم. ممكن بس تقول لي هو الان بي مع الراس ازاي 30؟ ازاي 30؟ الان بي بيربندكولار على ده. الان بي بيربندكولار على ده، على المستوى الميل ده بيربندكولار عليه. لو انت جيت من البي ونزلت راسي، لو جيت من عند البي كده ونزلت خط راسي، هتبقى فيه واحده دي اللي تحت دي 30، اللي تحت هو قايل لي القضيب ده بيتميل بانجل 30، يبقى اللي فوق هتبقى 60. يبقى لما تيجي تاخد عمودي على المستوى كده
هتبقى اللي جنبها 30 اهي. تمام شكرا. بص يا جماعه انت امسك مستوى مائل كده واعمل عمودي عليه ان بي بقى، اعمل عمودي عليه ان بي. امسك انت خد كده، خد ادي سيرفس مايل اهو، واعمل عمودي عليه بانجل 30، عمودي عليه، عمودي عليه خلاص. ودور على الزوايا، ما هو عمودي عليه والزاويه اللي تحت دي 30 وهو بالبندكولر عليه تبقى دي 60. يبقى لما تيجي تعمل راس كده عند البي هتبقى دي ايه 30 واللي جنبها 60. تمام شكرا. اذا كانت مش واضحه لكم ابقى اوضحها لكم في السبوره يوم الاحد، بس هي واضحه. خد مستوى مايل واعمل بيربندكولر عليه، والمستوى المايل ده بيميل بانجل 30 واعمل بيربندكولر عليه خلاص. تعالى عند البي ونزل خط راسي، هتبقى الزاويه اللي بتكمل مع ال 30 60 اللي بتتممها، يبقى اللي جنبها 30 اللي هي دي. يبقى تعمل ريزوليوشن للان بي بمعلوميه الزاويه 30، ان بي كوزين 30 وان بي ساين 30، وتروح جاي عامل سيجما المومنت. طبعا لو خدت المومنت عند الايه يبقى اللي ليه مومنت هي ال 750 والاثنين كومبوننت بتوع البي. الكومبوننت الافقيه بعدها راسي اللي هو الاثنين، الكومبوننت الراسيه بعدها افقي اللي هو كل ده. مش انتوا خدتوا سيكشن في المومنت واتدربتوا عليه؟ الفورس الفورس الافقيه بعدها راسي، الفورس الراسيه بعدها افقي. يبقى الان بي كوزين 30 الراسيه بعدها هي كل المسافه الافقيه ده، الان بي ساين 30 الافقيه بعدها هو البعد الراسي ده. حد يقول لي ايه؟ طب احنا عملنا ان بي كده، ممكن اعملها العكس؟ ممكن تعملها العكس، بس هو في حاجه، في حاجات يا جماعه، في حاجات يعني يمكن اي اكس واي واي انت تفرضها شمال يمين فوق تحت ماشي، لكن الان بي ده رد فعل المستوى على القضيب، المستوى على القضيب، رد فعل الرياكشن بتاع المستوى على القضيب. يبقى دي حاجه في بديهيات كده انت تقدر تحدد اتجاهها اهو. رد فعل المستوى على المنبر، من المستوى للمنبر، من المستوى للمنبر كده. والله انت ما خدتش بالك من النقطه دي وعملته العكس وطلع بالنيجاتيف، مفيش اي مشكله. بنطلب منك الماجنتيود، هي المساله اللي فيها فرض اتجاهات بنطلب الماجنتيود خلاص اهو. فخدنا المومنت عند ايه، يبقى الكومبوننت الاثنين بتوع الان بي لهم مومنت، وال750 لها مومنت. جبنا الان بي سيجما اف اكس جبنا منها الاي اكس، وسيجما اف واي جبنا منها الاي واي. يا جماعه اي سؤال في المساله دي قبل ما ننقل؟ هو هنا بس بيعرفك ان الرولر، عشان قبل كده اول مثال خدناه كان الرولر او الروكر كان على مستوى افقي، فعلى طول عملته سهل راسي خلاص. اما هنا الرولر مستوى مائل، هو عايز يقول لك ان في حاله الرولر او الروكر بيربنديكولر على مستوى الحركه، بيربنديكولر على مستوى الحركه، يبقى مستوى الحركه يطلع بس. يطلع راسي يطلع مائل، هو بيربنديكولر عليه. اهي يا جماعه بس اللي هو ال 30 جابها ازاي؟ الزاويه اولا 30 دي، 30 دي هو مديها لك في المساله. تعالى بقى اعمل بيربندكولر على القضيب خلاص، وتعالى عند بي ونزل خط راسي. لما تيجي عند بي وتنزل خط راسي يبقى الانجل اللي بتتمم ال 30 دي كام؟ 60. وانت اصلا الان بي بيربندكولر على القضيب، يبقى اللي جنب ال 60 دي كام؟ 30 اللي هي دي. يا جماعه ده انتوا النوع ده كان عندكم كتير قوي في الاستاتكس، بالذات مساله الفريكشن فاكرين؟ لما كنت بتجيب البنتوكلر على المستوى. فاكرين ولا ايه؟ فاكرين ايوه فاكرين. طيب يبقى بيربنديكولر عليه احسب الزاويه، والله انت لو ركزت فيها هتلاقي نفسك عارفها. عندك مستوى يميل بانجل 30. نعم بقول له جيب ورقه وقلم هتلاقيها بتيجي معاه. هتيجي طبعا.
مستوى بيميل على الأفق بزاوية 30، واعمل بيربندكولر على المستوى ده خلاص، وتعالى عند البي ونزل خط رأسي لأن احنا عايزين الزاوية مع الرأس. تعالى عند البي ونزل خط رأسي، يعني كأنه هيبقى عندك مثلث قائم في 30، يبقى اللي فوق 60، يبقى اللي جنب ال 60 30، يبقى ال ان بي بتعمل مع الرأسي زاوية 30، ونحلل نعمل ريزوليوشن بيها. قالوا بقى كده نبص للسبورت ده. شو مش بقول لكم الاكزامبلز دي لما كل انواع السبورت بصراحه الاكزامبلز دي اما الدرس ده محتاجش خالص ان انا اجيب له حاجات خارجيه، غير بس جبت واحده من المسائل جنب دي عشان تقارنوا ما بينها. فدي الاول نشوف الاكزامبل اللي قدامي ده، الكرة اللي قدامي ده من الرسمة كده، حتى لو هو ما قالكش فيكسد في رأس المسألة من الرسمة كده بتقول ايه؟ ها؟ من الرسمة كده بتقول ايه يا جماعة؟ مفيش مسمار في ده بالضبط. حتى هو او بس هو قايل لي the color at A is fixed to the member، ثابتة متثبتة مع الممبر ده، مش متثبتة مع المنبر الرأسي، لا متثبتة مع المنبر ده اللي احنا بندرسه. فيكسد الكومبوننت ومومنت معايا، حتى لو ليش معايا بص لها كده هتلاقي مفيش بين هنا. فيكسد معايا، فيكسد معايا يبقى في ايه؟ في فورس بيربنديكولار على الرد الرأسي الثابت اللي بتتحرك عليه الكولر، وهو رأسي في البيربنديكولار عليه افق، وفي مومنت. يبقى عند الابوسوم حتى بص لما جه يفصل، لما جه يفصل الفري بادي دايجرام للمنبر اخذ الكولر معاه لانها ثابته معايا، متثبته معايا، خدها معايا خلاص. فادي اهوت الفري بادي دايجرام اهوت عند الاي، رحنا جايين عاملين فورس بيربنديكولار على الراسي فسميناها اي اكس لانها بيربنديكولار على الراس فتبقى افقيه. عايز تسميها ار اي سميها، عايز تسميها اف سميها، زي ما انت عاوز. احنا لما بنطلب هوريزونتال وفيرتيكال، بنطلب رياكشن، يعني ما بنسميش على اساس كل واحد يسمي زي ما هو عاوز. ففي اي اكس وفي ام اي، دول فرضناهم. بعد كده عند البي في ايه؟ في عجل صغير تحت اهو عند البي خلاص. يعني شوف رغم انه ما قاليش عند البي في ايه، بس الرسمه بتقول ان في عجل تحت اهو عند البي، يبقى في رياكشنز بيربنديكولار على السيرفس. ادي السيرفس بيربنديكولار عليه يعني الى اعلى اهو، يبقى ان بي الى اعلى، يبقى عند الاي اكس والام اي والان بي الى اعلى. معايا يا شباب؟ اهو ادي الثلاثه انونز. سيجما اف اكس بتساوي زيرو، في عند اي اكس، في عند اي حاجه افقيه غير الاي اكس؟ مفيش، يبقى الـ AX equal 0. سيجما FY بتساوي 0 عندي هنا، لأعلى الـ NB ولا أسفل الـ 900، يبقى من هنا جبنا الـ NB. سيجما المومنت عند الـ A equal 0، لما أجي أخد المومنت عند إيه؟ هاخد الـ NA اللي أنا فرضاها، دي جاهزة أنا فرضاها بالإشارة بتاعتها بوزيتيف، وناخد الـ 500 دي بالنيجاتيف، والـ NB وطبعا الـ 900 في بعدها العمودي، والـ NB رأسية في بعدها العمود اللي هو كل البعد ده. ادي المومنت عند الاي، جبت الان ايه. في مين ده؟ عايزاكم كده تبصوا للمساله دي، بصوا للمساله دي وبصوا للي تحت دي، بصوا للي تحت دي، بصوا للمسألة دي اللي فوق وبصوا لدي عشان تشوفوا الفرق ما بينهم. في مسمار عند البي. ده مش فيكسد سبورت. مش فيكسد لا. فين وبي فيكسد؟ دي كانت عجل. يعني انتوا بصيتوا للرسمة دي كويس كده؟ دي على فكره في البروبلمز، في البروبلمز اللي عندكم في الكتاب هنا بيقول لي ايه، يعني شفتوا اللي فوق ازاي وشفتوا هنا، شفتوا هنا ده ايه، شفتوا الرد ده ماله ماسك في الكولر بايه، ببن
في بين هنا وعند البي ديترماين ذا هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت اوف رياكشنز ات ذا بين اي، يبقى عند اي في بين، والرياكشن اوف سمول سكولر ات بي يبقى عند بي في سمول سكولر. يبقى تشوف البن او تشوف سموث كولر زي اللي فاتت يقول لك فيكسد كولر، هنا في سموث كولر، يبقى في رياكشنز واحد بس، فين اتجاهه؟ بيربنديكولر على الرد الرأسي ده اهو، يبقى في هنا ان بي. على فكره دي في الكتاب عندكم في البروبلمز اللي مطلوبه منك 541. شوف حتى الكتاب حاطط عليها ستار اهي، الكتاب اللي حاطط مش انا يعني، الكتاب نفسه حاطط عليها ستار يعني عشان تعرف الفرق ما بينها وما بين الاكزامبل. يبقى دي سموث كولر، يبقى في رياكشنز بيربنديكولر على الرد الراسي ده، وفي عند الاي اتنين كومبوننت اي اكس واي واي. خلاص ناخد المومنت عند، لو خدنا المومنت عند الاي يبقى كل اللودز دي لها مومنت، والان بي افقيه بعدها ده راسي اللي هو 4 ساين 30 كده، جبنا ال ان بي. سيجما اف اكس عند الاي اكس مع الان بي الاثنين افقيين، وسيجما اف واي ايكوال 0 عند الاي واي مع اللودز دي، جبنا الاي واي وبس، وتبقى خلصت المساله على كده. ها اي سؤال في المساله دي؟ هو مش المفروض يبقى في مومنت عند البي ايه بس اللي حطهم لك دوت، حطهم لك حطهم لك الاثنين في صفحة واحدة عشان تعرف الفرق ما بينهم. شوف اللي فوق فيكسد، فيكسد كولر، حطينا مومنت هو قايل لي فيكسد كولر، ومن الرسمة باين ان الكولر والمنبر ده جسم واحد، لكن هنا اللي تمام. تحت دي قايل لي سموث كولر، وانا ما خدتش الكولر مع الرد مع المنبر ده، ما خدتش مع الكولر، خدت الرياكشن بس ان بي. ليه؟ لان الكولر ما هي الشبكه، ما هي شبكه، ده بين فكناه سموث كولر. هو انا مش فاهمه الماجنتيود حول ايه اللي بيساوي صفر، الحته دي مش اصلا الماجنتيود حول ايه، حول ايه بيساوي صفر، المومنت حول ايه بيساوي صفر، قصدك على الخطوه دي؟ اه يعني عند الاي في اتنين كومبوننت اي اكس واي واي، وفي الان بي، لما جينا ناخد المومنت عند الاي ايه اللي ليه مومنت؟ ها خدنا المومنت عند الايه، ايه اللي ليه مومنت؟ 300 في بعدها، 300 و450 300 في بعدها، 450 في بعدها. طيب ماشي، الان بي لها مومنت، ايه المومنت بتاعها؟ 4 في الساين 30 بالظبط كده، تمام 4 ساين اللي هو البعد الراسي ده. لما اجي اخد المومنت عند بي، الان بي افقيه، فالبعد العمودي بتاعها هو الرأسي ده اللي هي 4 ساين 30 بس كده. تمام شكرا لحضرتك. يا شباب يعني عرفتوا الفرق بقى ما بين الفيكسد كولر والسموث كولر او المثالين الاثنين؟ هي دي ده المثال الوحيد اللي ما كانش في الكتاب، انا حطيته لك عشان يبقى ورا الاكزامبل، الاثنين دول ورا بعض. ده الاكزامبل ده كان في الكتاب، دي المساله دي كانت في البروبلمز. ها قول. طب يعني كده الفرق ما بينهم ان الفيكسد بيبقى عندها مومنت انما السموث مش عندها، انما الفيكسد كولر عندها مومنت وفورس، اما السموث كولر عندها فورس بس، وفي الحالتين بس الفورس بيربنديكولر على الرد الثابت. تمام في الحالتين الفورس بيربنديكولر على الرود اللي الكولر بتتحرك عليه اهو، الكولر ده يعني هنا الفورس بيربنديكولر على على ده، وبالاضافه عليه مومنت لانه فيكسد، هنا الفورس بيربنديكولر على الرود ده بس مفيش مومنت. تمام شكرا. اهي يا جماعه اهي كل انواع السبورت اللي احنا اخدناها في اكزامبلز عليه، انتوا مش محتاجين اكتر من انكم تذاكروا يعني احفظوا شكل الرسمة كويس، وعرفوا كل رسمة منهم او كل حاجة منهم السبورت اللي نرتج عنه كده. كل انواع السبورت بتاعت الريجيد بادي في التو دايمنشن اخدناها واخدنا اكزامبلز عليها، هتلاقوا بقى كل نوع من الانواع دي في عليه مسألة في المسائل في البروبلمز،
لو قدرتوا، لو عندكم وقت وقدرتوا تذاكروا المحاضره دي النهارده وتحلوا على كل نوع مساله واحده بس، يبقى كده الدرس ده تمام وما فيهوش اي مشاكل بالنسبه لكم. دكتور معلش استاذنك، دكتور هو السلايدز دي بتنزل فين؟ على الفايل بتاع البي دي اف. انا بنزل ده. انا نزلته لكم قبل المحاضره، يعني المحاضره دي كبي دي اف على الفايل بتاع التيم. تمام شكرا يا دكتور. والريكورد طبعا انا عامله ريكورد من البدايه مش كده ولا ايه؟ ولا نسينا نعمل ريكورد؟ لا عملنا، عملنا ريكورد معايا يا جماعه. عايز ايه؟ طيب طب يا جماعه اي سؤال؟ احنا كده خلاص خلصنا، اي سؤال؟ اه دكتور معلش هو احنا ممكن بس نعمل سيف للريكورد قبل ما نقفل؟ اه طبعا اكيد طبعا هنعمل يعني. دكتور ان شاء الله الميد تيرم لغايه الريجت صح؟ الميد تيرم لغايه دي داخله معانا في الميد تيرم، يعني المحاضره دي داخله معانا في الميد تيرم. ده حلو يا جماعه، ده سهله مش صعب. دكتور واحنا قلنا البن بيبقى ليه اتنين كومبوننت، وايه تاني كان بيبقى ليه اتنين كومبوننت؟ البن ليه اتنين كومبوننت، افقي وراسي، والفيكس. تمام قلنا حاجه كمان، الفيكسد كولر لها اتنين فورس بس مش افقي وراسي، مومنت وفورس بيربندكولا على الرد، يعني اتنين انون يعني. تمام. ايه اي سؤال يا جماعه؟ طيب ماشي خلاص، السلام عليكم. عليكم السلام.